نحن شركتنا شركة بتتميز بالأمور الرقمية، بالأمور الديجيتال دينتستري اللي هي ثلاثية الأبعاد، كل شيء متطور، كل شيء حديث في مجال طب الأسنان، بدءا من الماسحات الفموية، مجاهر ثلاثية الأبعاد، أجهزة البيزو سيرجري والقطع العظمي والترددات، في عنا زرعات الأسنان كورية المنشأ. حاليا نحن في مفاجأة طبعا لمدينة حلب، أول جهاز يستخدم في سوريا لتنشيط سطح زرعات الأسنان بالأشعة فوق النسجية، هذا من ضمن شركتنا. أجهزة الليزر موجودة بهذاك القسم، أجهزة التصوير الشعاعي. بشكل بمختصر الأمر يعني كل ما هو رقمي وحديث في طب الأسنان، ينقل طبيب الأسنان من الخبرات التقليدية للخبرات ثلاثية البعد للخبرات الحديثة، هو موجود إن شاء الله بتلاقوه بشركة إبداع للتطوير.